الاعتصام في ميدان الجزائر، شنو رايك فيه؟ شوف انا نقول لك حاجه، فيه نقطتين نتكلموا عليها. رقم واحد، اول حاجه انت قريت المطالب؟ انا نعرفهم، حافظهم عن ظهر قلب. تمام ماشي، هذو ما طبعا ما شفتهمش الى الان. تمام مسلم بدني، لكن معلش شوف الورقه بس. اي نعم، هي هذه ولا المطالب الشفافيه مثلا. وش رايك؟ اولا انا نعطيكم نصيحه بس خليني نعلق، نعطيك اسني على نصيحة نقولها لك. ماشي لا. لان مهمه جدا جدا بالنسبه لمؤسسات المجتمع المدني في طرابلس. تمام اوكي. الان احنا لابد نعرف ان احنا في مرحله انتقاليه، ولا بد تعرفوا ان احنا تحت وطأة ظروف غايه في الصعوبه صعبه، فيه نقص سيوله حاد. ماشي، يعني المصارف كلها عن بكره تبيها يوم 14/12 عندها 426 مليون دينار، بينما اللي خارج القطاع المصرفي 15.3 مليار دينار. ماشي، هذه السيوله. ثاني حاجه اموال مجمده، ثالث حاجه انتاج النفط يعني اقل من المستوى اللي كان عليه قبل الثوره. بعدين عندك المدن المدمرة، عندك النازحين، عندك سؤال معلش، خليه يتم شويه ولا في صفه شخصيه. عندك جرحى واحده، اسمع غير فاهمني، احنا نبغى نفهم وين تشكو ملاك. معلش 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 معلش، نبغى نعم نتكلم في تو بيسك. لا انا عضو مجلس وطني انتقالي من طرابلس سوق الجمعه. شكون حطك؟ نعم حطوك طرابلس المجلس المحلي طرابلس. شكون حطك انت اصلا؟ المجلس المحلي طرابلس. هو من هنا يبدا الغلط. هو اي لا، انت غير اسمعني، هو من هنا يبدا الغلط. تتكلم تتكلم وانا سبب. لحظه سبب لحظه يا انت حالك قاعدين نفس النظام الاول. هذا قاعدين نفس الكراسي تو النظام الاول كلهم. يا محترم يا محترم يا محترم، انا مطالب عليك ماشيين بالعرف نظام شني، ماشيين بنفس السياسه العامر اللي لحد دخلوا فيها بعضها. راجل شويه، خلي البلاد فوضى. ما فيش نفس يا استاذ عبد الرزاق، استنى معمر طلعوا 200 الف يا استاذ عبد الرزاق. انا اللي لحقته مشكله، لحقته لما داروا برنامج ان حرام تضحكوا عليه الجيش الوطني. والله قلنا الكتائب حرام، ما تخلي الف حاجه. نقول لك يا محترم يا محترم، علاش نحينا معمر؟ علاش نحينا معمر؟ يا سيدي تخلصوا من جوه، هلا جوه مره واحده بالكامل طلعنا 200 الف واحد ثاني. يا سيد عبد الرزاق، يوم انت لما داروا تاع الجيش الوطني قال لك صفقات وفوزات وفنادق. السيد رئيس المجلس المحلي نرفع عبد الرزاق تحضر تتفرج هم لحد الان وحطوا فلوس، احنا قاعدين ندعموا فلوس على اسباب فندق الرحاب. شيش المية الصغيرة باش نرسوا في الفندق مدعمين فيه زي ما قال لك. تفرج على فلوس هارون تلقى من يا شاب يا شاب يا شاب يا شاب. معلش يا محترم، لا لا لا، الميديا بتريح. دقيقة بس، الميديا بيريحوها حتى لما تكلموا على الكتايب. لا بتريح صدقني، ما تريحش ما تريحش يا رجالة. ان شاء الله يديروا صار تصحيح. والله ما دام في امثالك موجودين ما تريحش ما تريحش ما تخافش. ما تدخلوها في فوضى. والله ما رايح، والله ما رايح ولا مرينا حاجه. والله ما رايح.